أهلا بكم مشاهدينا الكرام. نبدأ التطورات المدنية في اليوم 13 من الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا. نبدأ من العاصمة كييف، وهي ثانية المدن حيث احتدمت المعارك في محيط العاصمة كييف وعلى محوريها الشمالي وشمالي الغربي. قد أعلن مستشار الرئيس الأوكراني أن القوات الروسية تحرز تقدما بطيئا بسبب مقاومة القوات الأوكرانية. أما في مدينة سومي في شمال شرقي البلاد، فقد سقط قتلى وجرحى منهم أطفال بقصف للقوات الروسية على مجمع سكني في المدينة. وأظهر الصور انبثها ناشطون أثار قصف على مبنى سكني وتهدم جزء من المبنى. إلى الغرب من كييف تحديدا في مدينة جيتومير، شنت القوات الروسية غارات جوية مكثفة تسببت باندلاع حرائق كبيرة في خزانات الوقود. في غضون ذلك، أكدت السلطات الأوكرانية سيطرة القوات الروسية على 6 مدن رئيسة في منطقة زبرجية بجنوب البلاد. كانت هذه مشاهدينا إذن أبرز التطورات في المعارك في غضون الساعات الماضية. نترككم الآن مع أهم المقاطع المصورة من المدن التي شهدت تطورات ميدانية.